عايزه اروح مع حضراتكم لمنتخب اليد بقى اللي بيستعدوا دلوقتي ولازم كلنا نفرح بيهم بجد، المشاركه بدوره فرنسا الوديه الدوليه اللي بنضم فيها منتخبنا وفي معاهم منتخب فرنسا والتشيك وهولندا، وده ضمن الاستعدادات الاخيره للمنتخب الوطني لبطوله العالم القائمه في نسختها ال 28 للرجال لكره اليد واللي هتقام في بولندا والسويد. هتكون امتى؟ هتكون من يوم 11 ليوم 29 يناير. عايزين نقول كل الدعم لمنتخبنا الوطني. بالمناسبه كمان عايزه اقول لحضراتكم سبق وخاض المنتخب مباراتين وديتين كانت امام المنتخب القطري، واحده بالقاهره انتهت المباراه الاولى بفوز منتخب مصر بنتيجه 21-18، وانتهت المباراه الثانيه بالتعادل بنتيجه 30-30. وكمان خاض منتخبنا الوطني يعني دوره وديه دوليه عظيمه جدا في رومانيا بمشاركه هنا منتخبات منها رومانيا ومصر والجزائر وسلوفيكيا، وحصل منتخبنا على لقب الدوره الدوليه بعد تحقيق الفوز على منتخب الجزائر ومنتخب سلوفيكيا. وكمان من المقرر بفوز بعد انتهاء الدوره الدوليه في فرنسا ان المنتخب يعني هيكمل في برنامجه التدريبي في فرنسا، وبعد كده هيغادر يوم 11 يناير تحديدا ويتوجه للسويد عشان يخوض منافسات بطوله العالم القائمه او القادمه في نسختها ال 28 للرجال هنا لكره اليد ببولندا وبالسويد اللي هي 2023. كل التوفيق فعلا لمنتخبنا الوطني، واحنا مش قلقانين يعني بجد، خلينا نقول احنا مش قلقانين على المنتخب. المنتخب تقيل، منتخب قوي، في تدعيمات قويه، شباب عنده اراده، شباب عنده اصرار على النجاح. كل